صالة العمليات بغرفة العمليات والوضع كان صعب كتير، بلش بندر منا. بعد سنة من بعد ما طلعنا من هالحالة وبعت لنا كتير رسائل مارشال بيل، كانت أول رسالة إلي هو نهار عمليتي، بقى بعت لي رسالة كتير حلوة شجعتني وقوتني وبلشت هيك. بعد سنة ما مرق وبقى وطلعت وصرت بصحة كتر خير الله يعني، وكتر خيرك مارشال بيل، زلنا بدنا نشوف نفكر كيف بدنا نعمل ونستشير. بلشنا باستشارات بالناس الاختصاص باللاهوتية كيف بدنا نعمل، شو هي البروسيدور. المهم ما كنا مفكرين أبدا، نحن وقاعدين بالاجتماع سكتت دقيقتين هيك، سانت آن ولافاستا سانت آن شي دي بوبري، طلعوا فيه الاخوارني قالوا لي سانت آن، قلت لهم ايه سانت آن ليه لا منجرب، قال جرب وجربنا وجينا وصرنا صرنا نسأل ونسأل ونسأل وبلشنا نحكي بدون انه بدنا نحكي دون على اساس بتمرق اسرع الدون. إيه لو وصلنا للرئيس الكبير عطانا موعد، وكان هيدا الموعد حاسم كتير لانه بس جيت قابلته عم بخبره شو صار معي وشو السين اللي بعت إياها مارشال بيل. بعت لي راهب كتير كتير بحبه من لبنان، صار لي قعد هون 7 سنين، غاب عنا كذا سنة وسيقب بنهار عملية الخطرة الأساسية، هو هون بكبك نهار واحد وجايب لي من روما تابيسري هيك صورة لمارشال بيل قماش، جايب لي إياها من روما. طلعت فيه قلت له ليك هيدي أول علامة أنا بعتبرها بير فريد مجبر، هاي أول علامة بعتبرها إنه مارشال بيل معي وكفت. المهم جيت على الموعد عم بحكي هيك إشياء بعد ما حكيته بقصة البير فريد، عم بقول له بالإشارات طلعت فيه هيك، وأنا كمان ما كان عندي فكرة، عرفت شي قبل بجمعة جراس على الفيسبوك، تحضرت له جبت له كتاب بالفرنسي عن سان شربيل من دير مرمطانوس، كنت قبل بجمعة كان عنا مناسبة، طلع فيه هيك قال لي شو قصدك بالسين اللي بعت لك إياها مار شربيل، قلت له بيرغوتي نحن شو جايين نحكي، قال لي موضوع سان شربيل، قلت له ومين عطانا الموعد، قال لي أنا، قلت له بأي دات نحن، قال لي لويت مي، فتحت الكتاب أنا وقدمت له إياه، بدي أقول لك نعمة مارشال بيل حلت عليه وانفتحت كل بوابة بوجنا. طلع الويتمي هو عيد ميلاد مارشال بيل، رجع بير بيير أبو زيدين، نزلنا نحن لنزفل له الخبر الحلو إنه يي وافقوا معنا، قال حبي بيجي يشوف وين ليعطينا رأيه ونشوف إذا كل شيء منيح. تلفنا له من الدار للبير غوتي، قلنا له بير زيدين بحب يجي وعنده وقت جمعة الجي، أي دات بدك، عطانا موعد. إجا البير بيير زيدين وشاف إنه كل شيء منيح كل شيء تمام، طلع الموعد الثاني كمان أنا محضر، طلعت بالكتاب لقيته وقت عمادة مارشال بيل. هالمرة كان هو محضر لي بير غوتي من بعد ما مزحنا وضحكنا وكل شيء، قلت له بير غوتيه، وكان بير زيدين أبو بيير أبو زيدين معي عم نمزح معه، قلت له بدي أفحصه، قلت له تعرف هاليوم شو فيه، قال لي وي بعرف هيدا عمادة مارشال بيل، لكن شو هالدوسين اللي كانوا بموعدين بس وفتحت الدنيا كلها قدامنا. والعلامة الثانية
بعت لي من لبنان، أنا كمان مش عارف، يمكن في كتير منا من اللبنانية ما بيعرفوا هلأ إلوها بالكنيسة، سانت آن الوحيدة يوكيم بلبنان لتكريم السانت آن، ويوكيم موجودة بعنية. بعتوا لي البانكارت وميلة ضريح مرشربي المكتوب بالعربي، والسانت آن يوكيم مكتوب بالفرنسي لتوصلوا المساج ان فرنسي، لأنه لو كانت بالعربي قد ما قلوا مش رح يعرفها، بس طلعته على الصورة وفرجيته فهم دغري. رجع كمان قال لي على مساج هلا، هو قال لي تنع، هو صار هو يحب غير كل المساجات اللي جينا. قالنا انه في بير ريدونكتوريست وقت اللي تقديس سنه 1977 تقديس مارشاربيل، كان في عندهم هن بير ريدونكتوريست عم يتقدس كمان. قديش حاسس بفرح كبير بوجود عدد كبير من المؤمنين يلي اجوا من كافه انحاء كندا ليشاركوا بهيدي اللحظه؟ مارشاربيل السلام لاسمه، العالم تجي عم حبته، بتعرفي انت ايماننا فيه، نحن ايماننا كبير وقد هو حدنا ومش عم بيتركنا، وكتير عم بيعطي علامات تقريبا كل يوم. يعني هيدا بفضل مارشاربيل، صدقيني هو اللي سهل الامور، هو اللي فتح البواب قدامنا، وهيدا كتر خيره كتر خير الله، هيدا لمجد الرب.